على 24 ما عندكم أي مشاكل نبدأ إن شاء الله. الأمتة، الأمتة يا شباب هي من الإضافات المهمة جدا، ونحن نعتبرها أداة ربط إذا بدنا نحكيها باللغة العربية، أداة ربط تستخدم في حال نحن بدنا نبين سبب أو الغاية من القيام بالفعل الأساسي. شوفوا دائما القواعد اللي نحن بدنا نأخذها كظروف أو كأدوات ربط، دائما لازم أنت كطالب تعرف أنا إيمت أستخدم هاي أداة الربط وبإيش أستفيدها، أستفيد من هاي أداة الربط بالإضافة إلى كيف أدخل الجمل بيها. فنحن قاعدتنا لهذا اليوم هي الأمتة. الأمتة باللغة هي عبارة عن أداة ربط تبين سبب وقوع الفعل أو تبين الغاية أو الهدف من وقوع الفعل. كيف يعني؟ يعني مثلا أقول أنا أتعلم اللغة الهولندية، طيب إيش الغاية من التعلم؟ إيش هو سبب تعلمي للغة الهولندية؟ للتحدث مع الهولنديين. فنحن هي لي لام اللي تجي قبل المصادر باللغة العربية، تمام؟ اللي تكون لي أو لأجل أو لكي، ممكن نترجمها باللغة العربية. فنحن نستخدمها هاي عادة إمتى؟ أنا إذا بدي أبين هدف أو غايتي من القيام بالفعل. فمثلا أقول أنا أدخر المال، طب إيش سبب أدخاري المال؟ لشرائي منزل، أنا عم أدخر المال اللي أشتري منزلا، تمام؟ فكترجمة نحن ممكن نترجمها لي، وممكن نترجمها لكي، وممكن نترجمها من أجل، ما يهمنا نحن الترجمة الحرفية ولا، وإنما يهمنا إيمت أستخدم هاي الكلمة. فمثل ما حكينا نستخدم، تستخدم هذه الكلمة إذا أردنا أن نبين سبب أو غاية وقوع الفعل، وتأتي بمعنى لي أو لكي، تمام؟ لي أو لكي. مثال عليها باللغة العربية مثل ما قلنا، يعني أنا أقول أنا أتعلم اللغة الهولندية، اللغة الهولندية، طب غايتي إيش هي؟ لي أتحدث مع الهولنديين، من أجل أن أتحدث مع الهولنديين، لكي أتحدث مع الهولنديين. فأنا إذا ترجمت أي ترجمة من هذول الترجمات الثلاثة فهي كلمة صحيحة. أنا أتعلم اللغة الهولندية لأتحدث مع الهولنديين، أو لكي أتحدث مع الهولنديين، أو من أجل أن أتحدث مع الهولنديين. اللام هاي يا شباب، اللام هاي أو لكي، تمام، اللي نسميها لكي السببية أو اللام السببية بالجملة العربية، هي الأمتة باللغة الهولندية. طيب أنا عندي حالتين لأستخدمهن، أنا عندي طريقتين أستخدم بها هاي القاعدة. ممكن يكون السبب هو فقط فعل لحاله بدون جملة كاملة، وممكن السبب أو الغاية تكون جملة كاملة. يعني مثل إيش؟ أقول أنا أنام، هذا هاي الجملة الأساسية. طيب ليش أنام؟ لماذا أنام؟ لأرتاح أو للراحة. هاي الراحة هو فعل واحد، تمام، هو فعل واحد، جملة كلمة. ممكن أقول أنا أقرأ، طب ليش أنا أقرأ؟ لأتعلم، كلمة واحدة. وممكن السبب يكون جملة كاملة، طب أنا أقرأ، طب ليش أقرأ؟ لكي أتمكن من الكتابة بشكل أفضل، فهون صارت جملة كاملة. فنحن عندنا حالتين يا شباب باستخدام الأمتة. بعض مرات يجي بعد الأمتة كلمة واحدة وتكون مصدر، وبعض المرات تجي جملة كاملة، ورح نعرف شلون نطبق الجملة إذا كانت بها بعدها السبب كلمة واحدة أو إذا كانت جملة كاملة. بكل بساطة أنا إذا بدي أستخدم هاي القاعدة، أحط الفاعل وبعدين الفعل الأساسي، هذا الفعل الرئيسي، بعدها أضع الأم والت، بعدها أضع الأمت، وبعدها أضع السبب، والسبب يجي مصدر، يجي بصيغة
المصدر. ايش اقصد المصدر؟ الانفينيتيف، يعني اللي نهايته، اللي نهايته ايش؟ اي ان، صح؟ اللي نهايته اي ان، اتفقنا يا شباب؟ فنحن نستخدم الفعل او عفوا الفاعل، اول شيء الفاعل، بعدين الفعل، بعدين اضع الامتة اللي هي كلمة لي، وبعدها اضع السبب اللي هو مصدر. مثال على هذا الشيء، انا اذا بدي اقول مثلا انا انام لارتاح، انا انام مشان ارتاح، تمام؟ فانا انام، هذا هاي الجملة الاساسية اللي هي ايك سلاب. بعدها لكي ارتاح او لارتاح هي السبب، صح؟ فاضع الامت زائد فعل الراحة اللي هو رستن. لاحظوا الامت بعدها اجى الفعل بصيغة المصدر، اجى الفعل بعدها بصيغة المصدر، والسبب اجى بعدها. فانا اذا ايمت استخدم امت معناته في حال انا بدي ابين سبب وقوع الفعل الرئيسي، بدي أبين سبب حدوث الفعل الرئيسي أو غاية حدوث الفعل الرئيسي، أضع الأمتة وبعدها أضع السبب أو الغاية أو الغاية. يأكل، هو يأكل. طب ليش عم يأكل هو؟ إيش سبب أكله؟ تمام؟ ليعيش، هو يأكل ليعيش. فهون أنا عندي سبب، جملة سببية، صح؟ فأضع الجملة الأساسية اللي هي هاي إيت، بعدين من أجل أن يعيش أو ليعيش أقول أمت هاي إيت أمت ليفن، هو يعيش من أجل أن، أو هو يأكل عفوا من أجل أن يعيش. فالملاحظتين الأساسيات يا شباب، أنا إذا بدي أكون جملة فيها أمت، الأمر الأول أضع الجملة الأساسية، بعدها أضع الأمت، بعدها أضع السبب بصيغة المصدر، الفعل بعدها يجي سببي وهذا السبب يجي بصيغة المصدر. أمثلة أخرى الآن أنتوا راح تطلعون، مثلا يا محمد، إذا بدي أقول هي تقرأ ليش؟ لتتعلم. هي تقرأ من أجل أن تتعلم، أو هي تقرأ لتتعلم، فإيش أقول؟ ممتاز، زي ليست أمت ليرن، زي ليست أمت ليرن، هي تقرأ من أجل أن تتعلم أو لتتعلم. طيب مثال آخر، إذا بدي أقول يا دعاء، دعاء إذا بدي أقول نحن نركض لنفوز، نركض، نحن نركض لنفوز، في رينن أمت فينن، فيرينن أمت فينن، نحن نركض من أجل النفوس. جميل. طيب يا مريم، هو يدرس لي ينجح، هاي استوديرت، ممتاز، هاي استوديرت أمت سلاخ، هو يدرس من أجل أن ينجح. طيب مثلا
يا مرام قولي لي هي تلعب لي مثلا تضحك مشان تضحك. فايش اقول؟ هي زي spelled زي spelled umtlachen. ممتاز. طيب ما في غلط. طيب ممتاز. اللي بعده فاطمة قولي لي مثلا هو يطبخ ليأكل. هي كوكت أمت إيتن. هو يطبخ لكي يأكل أو لي يأكل. هاي بالنسبة للجملة إذا كانت بسيطة ما في عندنا أي إضافات لها. ولكن إذا كانت السبب هو فقط مصدر، إذا كان السبب مصدر فقط فنحن إيش نحط الأمت وبعدين أضع المصدر. ولكن يا شباب إذا كان أنا السبب هو جملة كاملة، جملة متكاملة، يعني أنا مثلا أجمع مصاري ليش؟ مشان أشتري دراجة جديدة. جملة كاملة لكي اللي بعد لكي أو بعد لي هي جملة كاملة متكاملة. فأنا شلون أكون هاي الجملة؟ أول أمر يا شباب أحط الفاعل مثل ما قلنا، الفاعل والفعل الجملة الأساسية، الفاعل فعل بقية جملة، تمام. بعدها إذا إجاني سبب أول شيء أضع الأم، تمام. بعدين بعد ما أضع الأم أضع بقية الجملة للجملة الثانية، للجملة اثنين، تمام. بعدين أضع الت، بعدها أضع بالأخير أضع المصدر. ما فهمنا شيء، شلون؟ لاحظوا يا شباب أضع الفاعل والفعل الجملة الأولى هاي عادية ما عندنا أي مشاكل بيها. الجملة الأولى بسيطة، هي تطبخ، هي تتعلم، هي مثلا تتعلم الهولندية زي ليرت نيدرلاندز، هاي الجملة الأولى. بعدها أنا أضع الأم، بعدين أضع بقية الجملة للجملة الثانية، هي تتعلم اللغة الهولندية ليش؟ لتتحدث مع الهولنديين. فأضع الأم، بعدين أضع كلمة مع الهولنديين، وآخر شيء أحط ت والفعل. ما فهمنا شيء، خلونا نأخذ مثال مشان نفهم أكثر. مثلا أقول أنا أتعلم الهولندية لأتحدث مع الهولنديين. شوفوا نحن نقسمها لجملتين، الجملة الأولى أنا أتعلم اللغة الهولندية صح؟ فأقول إك لير نيدرلاندز، هاي خلصت الجملة الأولى. طيب بعدها السبب، يجي عندي السبب الأم حطيناها، بعدين شوفوا الفعل هو التحدث صح؟ فأنا أضع التحدث وينه؟ أضعه بآخر الجملة. فبعد ما أضع الأم لازم أضع بقية الجملة اللي هي مع الهولنديين، مع
الهولنديين. شلون بدي أقول الهولنديين؟ نيدرلاندرز صح؟ نيدرلاندرز يعني الهولنديين، فأقول مت أم مت نيدرلاندرز وبعدين ت براتن. شوفوا وضعت الأم، بعدها وضعت أنا بقية الجملة، وضعت بقية الجملة وبالأخير حطيت الت زائد المصدر. فالأم شلون صارت؟ ما حطيناها ورا بعض مثل من شوي حطيناها ورا بعض. أما بهاي الحالة أنا وضعت الأم بعدين حطيت بقية الجملة بعدين حطيت الت بعدين حطيت الفعل. ما فهمنا، نأخذ مثال آخر. مثلا بدي أقول أنا أمارس الرياضة، أنا أمارس الرياضة ليش؟ مثلا للبقاء بصحة جيدة، لأبقى بصحة جيدة. أنا الآن رح أكتب جملتين يا شباب، أنا الآن رح أكتب جملتين بسيطات. أول شيء أنا أمارس الرياضة إك سبورت صح؟ هاي الجملة واحد. الجملة اثنين البقاء بصحة جيدة، بصحة جيدة معناتها خيزوند صح؟ خيزوند، والبقاء بلايفن صح ولا مو صح؟ صح. طيب أول أمر أنا أضع الجملة الأولى إكسبورت، إكسبورت بعدين أضع كلمة الأم بعدين بقية الجملة اللي هي خيزوند صح؟ فأقول أم خيزوند بعدين أضع الت وآخر شيء أضع بلايفن، إكسبورت أم خزوند تبلايفن. مثال آخر، أنا إذا بدي أقول مثلا نحن ندخر إيش من أجل أو لي شراء بيت جديد، نحن ندخر لشراء بيت جديد، فإيش أول شيء أكتب؟ أول شيء نحن ندخر اللي هو فعل سبارن، فأقول في سبارن نحن ندخر تمام؟ طيب لشراء بيت جديد أول شيء نضع الأم اللي هي أداة الأداة اللي تنطي السبب، بعدين نقول بيت جديد in a new house وآخر شيء إيش أضع؟ to copen الفعل. They sparen om in a new house to copen، نحن نجمع أو ندخر المال من أجل أن نشتري بيت جديد. طيب أنا أقرأ كتابا أو أنا أقرأ هذا الكتاب لأتعلم المزيد، لأتعلم المزيد. مين ينطيني هاي الجملة؟ أنا أقرأ الكتاب لأتعلم المزيد. أنا أقول لكم مين، خلوني أطلع الناس اللي ما طلعت.